مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم الجزائريه فوت سهرة 100%. طبعا كره القدم سوف نتطرق من خلالها الى ابرز القضايا الكرويه في الجزائر والى فريق عريق شرف الجزائر في العديد من المرات، فريق شباب بلوزداد. ولهذا مشاهدينا الكرام دعونا نتشرف باستضافه الرئيس السابق لفريق شباب بلوزداد سيد رضا مالك، مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم ونشكركم على الدعوه هذه. شكرك على حضورك اليوم معنا، شرفتنا بحضورك عبر بلاطو الجزائرية فوت. محمد قاسي سعيد تقني ومحلل بقسم الرياضي في قناة الجزائرية وحصة الجزائرية فوت، مرحبا بك. الله يسلمك يا زيد، واليوم انا لابس كرافاتة ومرحبوا بالرئيس. مرحبا بك انت كذلك محمد نور بن زكري، مرحبا بك تقني طبعا معنا ومحلل في حصة الجزائرية فوت، مرحبا بك. الله يسلمك ومرحبوا بالرئيس رضا مالك. توجور كرافاطه، توجور يهضر على الكرافاطه، ما فهمناش واش قصدك. بالك فهمت كيفاش ما فهمتش. تالا لي صاحبي بالقسم الرياضي في قناه الجزائريه، مرحبا بك. مرحبا يا زيد، ما رانا فاهمين والو، ولكن رحبوا بسيد مالك وان شاء الله حصه ممتعه ان شاء الله. ان شاء الله. انا نحيي نادي الجناح الاخضر لبلديه دويره اللي طبعا حضروا معنا في حصه الجزائريه فوت مع الرئيس حفيظ ايت حمد، شرفتونا بحضوركم، مرحبا بكم. طبعا هذه المدرسه فيها رياضه الكاراتي ورياضه كره القدم، مرحبا بكم في حصة الجزائرية. إذن بدون أي إطالة مشاهدينا الكرام، نروح مباشرة إلى أول فقرة من برنامجكم الجزائرية فوت. طبعا صحافة شو؟ البداية راح تكون بتصريح معالي وزير الشبيبة والرياضة سيد ولد علي الذي تطرق إلى قضية تنحية سيد قارة على رأس المركب الأولمبي 5 جويلية، راح نشوف تصريحه ثم نعود. شفنا إهانة، شفنا يعني لا مسؤولية لا تسيير تماك، يعني كومبلكس كوم سا افيك 13 يونيتي، جو بونس كي لي ديفيسيتار سي كيليان سي لو بروبليم، جو بونس كي فو ابورتي ان شونجمون. نتمنى ان شاء الله يكون هذا التغيير ايجابي للمركب ولكرة القدم بصفة عامة ولكل الرياضات، باسكو سي فيه لو ساتو تاع الاتليتيزم، فيه المسبح الاولمبي، فيه دي تيران تاع الاتليتيزم، دي تيران تاع التنس في بجراح. كاين بزاف الناس ما على بالهمش بلي عندنا ان كومبلكس تاع التنس تاع بجره، دونك تو سي فو يفو 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 سون اوكيبي سيريوزمون، جو بونس جيسبيغ رساله لكل اطارات تاع القطاع. اذا نبدا بالضيف مباشره سيد رضا مالك. يوسف سيد الوزير كان واضح في تصريحاته، كانت النقطه على يوسف قارة رئيس مدير المركب والمنشات الرياضيه الاخرى التابعه للوزاره. طبعا هل ترى سيتي ان بون شوا اللي ربما تم تغيير سيد يوسف قارة على راس المركب الاولمبي؟ اكيد الوزير راهو على مسؤوليه تاع مسؤوليه الرياضه الوطنيه، عنده اختيارات لازم يديرها من اجل يعني اميليوري ل تحسين اعطاء ربما لما لا، لازم ايجاد حلول، ما يبقى مكتوف الايدي وزير وما يتقدمش في المشاريع باش تحسينها ويتحسنها وتتاقلم مع 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 مع, مع التقدم اللي راه يعيشه العالم، لابد نظره جديده، يعني من غير ما انا بالنسبه لي من غير يعني نحطوا اللوم كثير على قارة، لانه حتى هو يعني بذل مجهود كبير، انا يعني تعاملنا معاه لسنتين، بذل مجهود كثير، ربما ظروف ما تهيئتلوش، ربما ما قدرش يدير هو بنفسه، ما كانش له صلاحيات وين يقدر يدير تغييرات، لازم ناخذ المنظور بكل جانب، لكن الوزير عنده صلاحيه انه يدير الشيء اللي يحبه، من حقه انه يغير ولا يخلي في نظره وين يشوف ربما عنده طموحات انه يحسن. الغرض منه كأول مسؤول على القطاع، ايه الغرض منه، انا ماذا بيا ما ركزوش انه راح قارة وراح كذا، هو الهدف تاعو مش قضيه اشخاص وانما قضيه داميليوري تحسين ايجاد حلول احسن اكثر، نظن هذا هو. محمد عندك تدخل؟ لا هو قال يعني كلمه اللي خلاتني نخمم، هي الافلاس تاع المراكب ديفيسيتار ديفيسيتار مفلس مفلوسين. تتصور انت ملعب كيما 5 جويليه والناس تطالب، دير فيه المقابلات، خاصة المقابلات شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة، شباب القبائل، مدية الجزائر، اللي راح تجلب يعني جمهور غفير، وراح يكونوا مصاريف فيها عائدات، فيها دخول تاع الاموال،
وزيد حتى وين تشوف يعني الملاعب الكبرى في العالم يديروا ميوزي مهرجانات تاع الاغنيه حتى تحب انك تفيزيتي مثلا انك تقول تشوف الملعب الاولمبي تخلص سان جوي ما دام فيزيتي ويزيد ولكن تقدر تنظم تاريخي. تقدر تنظم اسمح لي تقدر تنظم مهرجانات يعني وين تدخل اموال كبيره للملعب نظن ملعب هما مصاريف دراهم كيكونوا دراهم كل شيء ممكن شحال مدير يعني جاز في 5 جوية وما نجحتش انا نظن السيد قرا نجح في الارضيه ونجح في الارضيه ونجح في الارضيه الارضيه الاخيره هذه ولكن اللي قبلها صرفنا ملايين تم ملعب لما كان الرئيس تاع المولوديه كان يطالب باش يلعب مقابله تاعو وكانوا يرفضوا باش يلعب مقابله تاعو تما فريق الوطني اللي يجيب اموال نور شحال تم غلق الملعب هذا؟ الملعب تنغلق سي با لا فوت تاع قاره نور نتكلم على لابولوز ايه؟ على الارضيه بصح هي شدت عدد المرات تم غلق الملعب من يزيد احنا نعرفوا سان جوي عمرها ما شدت لابولوز من 83 نهار جا الهولندي هذاك باش يخدم وداروا له مقابله مع باري الفريق الوطني مع باري سان جيرمان ورفد الاخرى تاعو ومشى عاد مشى قال لهم بليك سي المومو باش لابولوز تشد مالها مي بيان سير نظن ديجا سو بوان لا إلي ريزولو دونك يبقى لازم دراهم كبار يعني باش حتى نمر الى قضايا اخرى نظن انه حتى المرافق نوره حتى المرافق اللي دايره بالملعب ما فيش فقط الارضيه حتى المرافق اللي اونتوغي على ملعب 5 جويليه ولانكس كذلك الموجوده هي اللي خلات جلال سيد الوزير وكذلك الوزاره تتخذ هذا القرار لان المنشات او المرافق المرافقه للملعب كارثيه حقيقة يزيد نقول ان كانت منذ فتره يعني منذ سنه تقريبا العلاقه بارده كانت بروده كبيره بين العلاقه بين الوزير ومدير مركب ملعب 5 جويليه او محبة بوضياف يوسف قرا يعني كانت بروده في العلاقه بيناتهم ولكن قبل ما نتكلموا على المرافق نتكلموا على الارضيه نور كيقول لك يعني الارضيه راهي مليحه لا الارضيه تعاودت العام الماضي لعبت نهائي كاس جمهوريه بين نصر حسين داي ومولوديه الجزائر ملعب اغلق ولكن بعد ما ربرينا نوفل سيزون شفنا الارضيه كانت حاله كارثيه وحتى الان ما نعرفوش ان هل الدوله يعني هل الوزاره هي اللي دفعت التكاليف تاع اعاده زرع الارضيه ام الشركه اللي دارت الارضيه باسكو كان يقولوا ما سينياوش ان بروتوكول يعني تاع لا مينتونونس هذه من جهه اخرى السيد يوسف قرا ما عندوش يعني صلاحيات باش يحسن ولا يعني يدير اشياء جديده ولكن بوغ لو مانتيان تاع المرافق شوفوا ان ارضيات اكوتي على ملعب 5 جويليه لتيران بارطون في حاله كارثيه الاشياء كثيره ما راهيش في حالها نتمنى ان شاء الله التغيير يجي الاحسن في المرافق والمنشات الرياضيه طبعا صلح كاع ايتيك راه لازمك اموال كبيره صحيح هذه نقطه وحنا نعرفوا يعني في بلادنا المدير دائما مربوط اليدين نقطه يعني. اخرى راح نتكلم عليها في فقره الصحافه شوح نعود حدث الاسبوع لفريق شباب الوزداد قضيه الاسبوع طبعا مع السيد رضا مالك لاغازيت دو فينك التي خرجت بعنوان هذا الاسبوع لوكاس الكاراسي 45,000 يورو بار مو 45,000 يورو شهريا يلا بسرعه نور كيفاش تشوف ربما الراتب بنظره او قراءه اوليه نظن نورمال عادي يعني 45,000 يورو سي ان اونترينور تري مويان سي لو بلون يعني ماشي نهضر يعني دير كاليتي دو لونترينور ولا مي سي لو بلون بيكوني انا نظن سي تري مويان ان اونترينور دو بروميير ديفيزيون ان فرانس يل اريف ا 150,000 200,000 يورو احنا عندنا الجيريان في القطر على حسن بسماتي توشي 300,000 يورو بار موا دونك انا نظن يعني عادي نورمال يلا محمد عندك تدخل او نمر الى نقطه اخرى نعم مر يلا نروح مباشره الى الخبر الرياضي طبعا التي عنونت هذا الاسبوع كذلك براس مدرب لحراس الخضر ومضوي يمنح موافقته فيما يخص الالتحاق بالطاقم الفني والله يعني مفاجاه بالنسبه لي للسيد براس انا ما نعرفوش يعني ما نجيبش مدرب حراس سوشو ما نجيبش نتكلم عليه ما نعرفوش ما لكن مضوي يوم هل راح يقبل المهمه هذه لان تعرف من بعد يقعد مشكل تاع الراتب يزيد هل راح يتقاضى تكلمنا على الراتب تاع الكراز هل مضوي راح يتقاضى الراتب اللي يتقاضاه في وفاق سطيف ام اقل في المنتخب الوطني؟ نشوف راي الرئيس طبعا فيما يخص خير الدين مضوي انا لما نتكلم من ناحيه تقنيه قدوم مضوي راح يجيب الاضافه نظن الفريق الوطني الطاقم الوطني لانه
برهن مدرب برهن على الجدية نتاعو افريقيا نظن جاء الجدية والألقاب اللي حرز عليها مع وفاق سطيف يعني يستاهل هذا المنصب يعني بكل جدارة نقولها انا بكل جدارة. جدارة تفضل. نقول برك انا السيد خير الدين المضوي اللي توج مع وفاق سطيف بكأس رابطة الأبطال الأفريقية في 2014، هل لو بوست تاع يعني أدجوان يعني مدرب مساعد في المنتخب الوطني راح يكون يعني مواتاه؟ وش من صلاحيات راح تكون للسيد خير الدين المضوي؟ وكي نتكلموا على منصب تاع مدرب مساعد نعرفوا ان نبيل نغيز اللي كان في اولمبي المديه وباقي التحق بالمنتخب الوطني كمساعد شفنا حقيقه يزيد ما كانش شيء ما قدمش للكارير تاعو شيء اضافي اللي كان يستنى فيه السيد نغيز باسكو شفنا في ان ديناميك يعني تاع السعوديه الان يعني هل خير الدين المضوي في البوست اونطينا ادجوان اسكو راح يزيد البلوس ولا هي نقول لك يزيد سامح لي جلال يعني حضر. يزيد لو تحكم لي دو سي في تاع مضوي وتاع الكاراز ما ديش الاسم حتى اسم تحت الى لي سي في واحد صيب بطل افريقيا شارك في كاس العالم تاع الانديه بطل في الجزائر لا لا دولي ولاعب دولي شارك في كاس العالم الانديه شارك في كاس العالم الانديه والاخر هبط فريق طلع مع فريق هبط فريق ما ديش الاسم يزيد سي في انونيم وانت كمسؤول لا انا دير لي سي في ونقول لك خير الدين مضوي احسن منه تجربه ممكن دير الاسم دير الاسم ونقول لك خير الدين مضوي تفضل واش حبيت نقول انا يلا تفضل ولو انه سيد بوراس تعرفوا ربما نور هو اللي كان في خويا مع بلماضي وكان كذلك في المنتخب القطري هو الان مدرب سوشو وعمل لي 10 سنوات كمدرب حراس لنادي سوشو الفرنسي سرباح كاين كان في القطار كان في السعوديه كان هادو كاع يعني زياده انا نستغرب صعب كي يقولوا احنا نشوفوا سوشو تاع بودبوز اللي كانوا يلعبوا يعني كانوا ادوار الاولى يعني في البطوله الاولى ولكن راهم في البطوله الثانيه وقريب راح يحبطوا اسكو في مدربين ربما تريد تدخل تفضل انا نتكلم على مدربين تاع الحراس المدرسه الفرنسيه معروفه يعني بمستوى عالي تاع الحراس يعني نظن يعني لما تجيب مدرب من المدرسه الفرنسيه نظن راح يعطي الفلوس كي تقول مدرسه معروفه مدرسه واش حراس كبار اللي خرجوا نعم واش حراس كبار يعني معتز لاما حراس كبار هذو يا شامبيون دي موند ها شامبيون دي موند ما نقدرش نعطيك رايي شيخ انا نبدلو رايي المنصب هذا اللي راني فيه ما نقدرش معلومات اللي عندي نستحي في نفسنا ربما الاسماء تعطيهم حتى لا يبقى حتى اسمح لي اسمح لي ثواني جلال احكم فريق نادي سوشو شو شحال تلقى الحارس المرمى تاعهم الاهداف لا معليش شيخ اسمح لي برك يا زيد نهضروا شويه نفهموا بزاف منتخب وطني في 2014 في كوب دي موند كان بولحي نقولوا احسن حارس في الدور الاول تاع كوب دي موند شو كان المدرب تاع الحراس بولي مدرب فرنسي يعني ثاني احنا كي يكون واحد يعمل لازم نشاهدوا الجزائري يعني احسن حارس في الدور الاول تاع بوراس جزائري خدم المدرسه الفرنسيه انا فاش نستغرب دائما نخلع منين يخرجوا الاسماء هذو كيفاش يخرجوا بوراس كيفاه يعني يخرجوا اسكو عندهم كاين بيبليسيتي في فرنسا بلوك هذا حارس يعني خرج يعني حارس اسماوات كمدربين حراس يلا حتى نمر الى نقطه اخرى نعطيك زوج كاين برونسي كاين سرباح هم زوج هو شو يزيد سرباح نسمع البريزيدون دقيقه سرباح عنده مشروع حاب يدير ان ديبارتمون تاع لي غارديان في الفريق الوطني تصور مهدي سرباح التجربه اللي عنده زيد كما قلت بوخالفه عندك بوجلطي جمال عندك بالملاط فريد عندك حمناد هذو قادر يشرف عليهم أنا كان سرباح عندي شرف تعاملت معهم في زوج كي سرباح كي برونسي يعني مستوى عالي تفضل لا انا نقول باللي لازم كذلك هذه النظره تاع مكتب فيدرالي جديد لازم نحترموها صحيح نظره جديده نشوفوا النظره تاعهم وين تروح يعني سي فري كل واحد عنده لافي تاعو عنده نحترموا الاراء تاع كل واحد لكن كاين رئيس جديد تاع فيدراليه كاين مكتب فيدرالي عندهم نظره جديده نخلوا لهم نعطوا لهم الفرصه نشوفوا الشيء الاختيار تاعهم ساعات الاسماء الكبيره تتغر وما تجيب لكش نتيجه ساعات الاسم اللي ما تحقروا ربما يجيب لك نتيجه اللي بصح كاين بزاف حتى مضوي نشوفوا لما كان ما حد ما يسمع به بعد ما راح كيقاس مصطيف لكن بعد ما راح لا لي سيسون اوبراتي وفرض وبين انه مدرب على مستوى عالي والحمد لله حتى راح السعوديه دار اون اكسبيريونس تان خلى مستوى ميلود حمدي يزيد واحد ما كان يعرف ميلود حمدي وصل نهائي تاع الشامبيونز ليغ مع اتحاد العاصمه البطوله بفرق 14 او 15 نقطه يلا نور انا ديبا هكذايا يعيني شويه باسكو سي دي زيكزومبل
حمدي علاش نحاوه مال اللي يسمع دوك علاش نحاوه ربح بطوله ربح بطوله البطوله شكون ربح بطوله في انا نوفيشي بطوله في اللي يسمع تربح بطوله فاسيل موش الخير نروح لك الى 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 مواضيع اللي انت قلت ربما هذا الديبا يعي شويه ولكن فيه موضوع اخر انا نظن انه مالوريزمون للاسف مش هذا الكلام انا ما نفهمش ان نو ماهوش اسم يعني باين هما يبينوه يعني خلينا نروح لك الى قضيه اخرى لانه مع كل احتراماتنا للمشاهدين الكرام حتى ايام مليح الميدان طبعا الموقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناه الباهيه في وهران نعم مقابلتنا امام اتحاد بسكرة كانت مرتبه عبد الملك زيايا لاعب جمعيه وهران دير لي ان ديبا سو ان سوجي شيخ الديبا ما كان لا ديبا وحده هذا مطروح وحده سان ديبا ويمشي وحده ما كان نهضروا عليه كاع الوغ كي تو طالور سيتي ان ديبا على كره القدم ان سي ان ديبا لا سي دوبي اكس تون دوبي لا نوي دي تون هي هكذايا وعلاش شفا برك على الثوره مع باتنا سمعت حكموهم حكموهم يتكلموا بيناتهم يخدموا في الماتش بيناتهم ما صرا والو دونك الامبونيتي ما كانش يعني واحد ما يخلص تبقى هكذا وتزيد راهي تزيد راهي تزيد الاسبوع الماضي هضرنا عليها هذه المقابله نتائج غريبه كيفاش تفريق يخسر في بلاده باربعه ويروح يربح برا ولكن خلينا في التصريح محمد التصريح هذايا التصريح هذا خطير جدا محمد خطير جدا ولكن ولا واحد ما ياخذ زمام الامور قلنا يا زيد اليوم قلنا باللي الاسبوع الماضي تكلمنا على النتائج المرتبه والغريبه كاينين تريونغولار يا زيد انا نمدلك وانت تمدلي بكري هو يمدلي بكري بكري من بعد طفر في هذاك مسكين اللي ما عندوش لا اموال لا معرفه هذه كره قدم الجزائر هذه كره قدم الجزائر للاسف تفضل وي سي مالورو هاد الامور يحتو الشيء اللي قال فيها الشيء هذا هو راه واقع في كره القدم الجزائريه الشيء اللي راه يقول فيه واللي راه يقول فيه ذكر رئيس فريق تاكد على فيه امور مثل تاكد فيها انا الحمد لله عمري ولا مشيت فيها انا نتحدى اي واحد يقول مالك مشى فيها بالعكس انا ربما الفكر نتاعي وهذا لي برانسيب اللي عندي هما اللي خلاوني ما نقدرش نتاقلم مع سرتان ذهنيه نتاع اللي في المحيط تاع كره القدم الجزائريه لانه هذا الشيء موجود ان شاء الله نتمنى المكتب الفيدرالي الجديد ياخذ بعين الاعتبار ويلقى حلول تاع الجامع لازم حلول مع الجامع لانه المكتب الفيدرالي وحده يقدر لكن وحده ما يقدرش لازم المحيط ككل رؤساء الانديه اللاعبين ربما لازم تطبيق القانون في قضايا مثل هذه لانه لما نعم الرد ما فيش دليل اكبر من هذا لا الرد لكن لا لما تروح لما تروح للعداله يقول لك اعطيني بيانات بصح العداله تروح عدوى لهذا الجهاد الميدان تروح تقول لك تهضر مع جوار يقول لك انا ما قلتش هكذا لازم ادله يعني المشكل هذه الامور باش تحلهم يفو دي بروف صعب انك توجد ادله على الترتيب مقابله باعت ولا لاعب باع مقابله كيفاش راح دون موا كومو كيلي لا فاسون كيفاش تقدر تلقى يعني دي بروف يعني اثبات يفو ايتر ان فوتبولور ما تقدرش تفهمها في المحيط على بالك واش صاري لكن روح جيب دي بروف ما تقدرش لافير هذه نحكيو لافير تاع بيسكرا وكاع العداله دخلت روحها العداله هي خرجت قرارات العداله نعطيك كما كان يهضر لك على تريونغولير محمد ثلاثيه لا العام اللي فات طفرت في الشاويه تحاما وحتى الشاويه هبطت صارت الناس كاع على بالهم ومن بعد واسمه تعاقب الرئيس يحيى تعاقب خاطر تكلم هضر يلا جلال هذه ربما التصريحات اللي نشوفوها اليوم عبر العنوان طبعا في موقع الميدان كان ذكرت قناه الباهيه التي ربما ما موقع تاعها او النشاط تاعها يكون خاصه في غرب الوطن في مدينه وهرانوسي وتشوف تصريحات مثل هذه انا نظن انه شيء مؤسف وكارثه ان صح التعبير شيء هذا يتكرر كل موسم نفس السيناريو كل موسم نقولوا برك انا الموسم الماضي لجنه الانضباط او الاتحاديه اخذت قرارات في مقابله عين الخروب وعين فكرون ولكن في الاخير المحكمه الرياضيه الغت القرارات هذوك وخلات الفرق هذو في القسم الوطني الثاني كما كان يقول الشيخ فريق اتحاد شويه هو اللي سقط نقولوا ان الان على العداله هي تحل القضيه تصريح صغير تصريح لاعب زيايا اللي ينشط في جمعيه وهران اللي انهزم برباعيه قال لك
مقابله مرتبه الان يعني نورمالمون العداله هي تحل القضيه والرابطه والاتحاد الاتحاديه بلوتو تكون طرف مدني بارتي سيفيل وتمدي دي يعني تسجيلات للحكام والناس اللي شاركت في المقابله والعداله تحكم. طبعا نواصل في قضيه صحافه شو طبعا اليوم اللي ربما الفقره كانت مطوله نوعا ما اللي فيها مواضيع كثيره. طبعا هذا الاسبوع سيد فريد نزار اللي اتصلنا به حصريا عبر قناه الجزائريه واللي عبر عن ربما استعداده لتولي رئاسه الرابطه المحترفه لكره القدم اذ تم طبعا اذا كان سيد قرباج تراجع او تنازل على 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 الرابطه يوم 17 ماي هكذا جلا في الجمعيه العامه. راح تسمع المكالمه الهاتفيه اللي جمعتنا مع سيد فريد نزار. اولا هو يعني حق مشروع لكل رؤساء النوادي سواء عند القسم الاول او القسم الثاني الترشح لرئاسه الرابطه، ولكن قبل هذا لابد ان نقول ان هناك تكتل من طرف رؤساء النوادي لرفض استقاله السيد قرباج وابقائه على راس الرابطه، ولكن في حال يعني انسحابه انا يعني راح ارشح ببرنامج طموح لرئاسه الرابطه. ما لازمش نسبق الاحداث، هناك جمعيه عامه استثنائيه ممكن تصرى فيها احداث، ممكن يكون يعني بقى الرئيس قرباج، ولكن يعني كي تاكد الامور وترجع امور السماء انا هنا باش نشرح كل البرنامج اللي ناوي نطبقه في الرابطه اذا حديت بثقه اعضاء الجمعيه العامه. شكرا للسيد فريد نزار على تواصلنا وعلى تواصله مع قناه الجزائريه. تفضل محمد. وعلى كل حال هو يسمح له القانون باش يرشح روحه. قلت بلي انايا هو لما اليوم ما نجحش مع شباب باتنا يعني كيف راح يقدر ينظم البطوله المحترفه؟ ريزيدون سا فوز انتيغاس لا ليغ؟ نو بور المومون نو بور المومون نو بلوطار بوتيتر كومون بلوطار وي لا كانوا كانت المحيط يتغير، المحيط الذهنيه تاع المحيط يتغير ربما. صلاحيات ان شاء الله، صلاحيات. نعم. صلاحيات الرابطه. صلاحيات ما نتكلمش عليها، صلاحيات الرابطه معروفه. لكن نتكلم انا المحيط الكروي، اني با فافورابل واحد كيما انا بالذهنيه تاعي باش يخدم فيها. يلا راح نتكلم على شباب الوزداد في حدث الاسبوع، ولكن قبل هذا محمد كنا تكلمنا على في فقره من الفقرات السابقه كنت نتكلم على تكلمت على واحد القضية واحد ظاهرة في المدرجات الجزائرية. أسمع هذا المقتطف الصغير فقط ثم نعود نتكلم على هذه النقطة. ظاهرة جديدة هي الشتم والسب الأمهات في الملاعب. اليوم جاء جنس آخر لا يتطابق مع أجيل أجدادنا وأباؤنا، ما يحترم حتى شيء. شفت الدموع زي ماموش، إنسان متخلق ويبكي هو والآخر يعني ما من حراس الآخرين. أيها المناصر نقول لك الأم كلمة مقدسة، هي الحياة، هي الذي حملتك 9 شهور رباتك وسهرت عليك، هذا هو الجزاء تاعها. وخاصة يعني الحديث النبوي نور يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. لكم الحكم أنتم المشاهدين وأنتم الزملاء. الكرافات هذيك شابة مهمة. بكري عندي شباب. تكلمت على قضيه للاسف شفت الامهات في المدرجات طبعا، واليوم او في الاسبوع هذا الاتحاديه كانت وضعت بيان المخرجه تعطيني الصوره وتكلمت على هذه النقطه وخذات بعين الاعتبار الكلام اللي قلته في يوم 31 اكتوبر من 2016 الموسم الماضي كان حضر معنا حسين اشيو كذا. يعني الجزائريه فوت كانت سباقه، كانت يعني اليتي فيزيونير. نشكر الجزائريه فوت لان هي اللي كانت بادرت. نشكروك حنا يا محمد لا الجزائريه فوت ماهوش انا، كان مجموعه يا زيد، كان مجموعه. واليوم كان زتشي اعلن الترشح تاعو منا وفات اليوم سيريدا مالك وربما راح يزيد يفوت لما شوفوا الجزائريه فوت عندها مصداقيه. قريشي تنحى. يلا بهذا الكلام راح مباشره الى حدث الاسبوع لا نتكلم فيه على شباب الوزداد مع الرئيس رضا مالك. هاد الشباب فيه اسال كثير من الحبر في الاسبوع هذا، طبعا قضايا شائكه في محيط شباب الوزداد. جينجل حدث الاسبوع وبعدها مباشره الروبورتاج الخاص بفريق شباب الوزداد. مبروك يا السيد.
يبدو أن فريق شباب بلوزداد مع نهاية الموسم يعيش على صفيح ساخن، فالمشاكل لا زالت قائمة بين أروقة أبناء العقيبة. فقدم الرئيس الجديد محمد بوحفص منذ فترة قصيرة إلى أنه لم يتمكن من حل جزء ولو بسيط من مشاكل الفريق، بداية بتسديد أجور اللاعبين العالقة منذ 6 أشهر، أمر دفع بهم إلى الاحتجاج بطريقة احترافية وبتوجيههم لرسالة إلى إدارة الفريق من أجل المسارعة في حل مشكل الأجور والمنح قبل تأزم الوضع ودخول الفريق في دوامة هو في غنى عنها، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم. هذه الحالة ما نخلوها ريفوليسيون نديروها الهزة التي يمر بها شباب بلوزداد لم تتوقف عند حدود أجور اللاعبين فقط، بل وصلت ببعض المسؤولين في الفريق لاتهام الرئيس السابق رضا مالك بتحويل أموال النادي لحسابه الخاص، أمر دفع بالأخير لفتح النار على المسيرين، وطلب من الرئيس الجديد محمد بوحفص بتقديم الأموال التي وعد بها عند توليه زمام رئاسة النادي العاصمي. مشاكل عديدة قد تعصف باستقرار بيت أبناء العقيبة، ووجب على الإدارة الجديدة برئاسة محمد بوحفص التحرك وإيجاد الحلول للخروج بالفريق من عنق الزجاجة وعدم الاهتمام بالأمور الجانبية فقط، لأن الاحتراف لا يعني مضايقة رجال الإعلام ومنعهم من أداء مهامهم بقدر ما هو احترام لسمعة الفريق وإنقاذه وإخراجه من الأزمة. فلولا شخصية اللاعبين الاحترافية لدفع النادي ثمن هذه المشاكل غاليا، خاصة وأن النادي مقبل على نصف نهائي كأس الجمهورية. هذا هو الفريق الكبير، هذا هو شباب بلوزداد. اليوم ربما بظروف خلتنا اليوم نتكلم عليه كحدث أسبوع. شكرا للزميل بلال زعموشي على هذا الموضوع. بريزيدون، فيه العديد من القضايا فيما يخص شباب بلوزداد، حنبداو نقطة بنقطة قبل ما نلحقوا الفريق جلال ليونسي لي كونسيتون تاعنا، لأنه راح نتكلم على ما يحدث داخل بيت الشباب. ولكن أولا خلينا نتكلموا على التصريحات اللي خلات سيد رضا مالك يظهر من جديد بعد انسحابه أو بعد تنحيته من فريق شباب بلوزداد. بريزيدون، اليوم المسيرين يتهموك أنك خديت اون بارتي تاع لو سبونسورينغ إلى حسابك الخاص، وأنت طبعا عفوا كنت رديت وقلت أنه هذا الشيء ما كاش منه، تفضل. لا، أنا نبدا أولا نقول هاد الناس اللي صرح ما يمثلوش الفريق أولا. هذا اللي صرح كاين واحد، كاين كريم الشتوف، هذا صرح باللي احنا قال سحبوا، وقال إدارة مالك سحبت أموال تاع أريدو مسبقة، ما قالش راح الحساب الخاص، ما قالش هكذا، قال راح سحبوا يعني دينا تعلاني، دينا تعلاني تاعنا وزدنا تعلاني اللي قبلها، يعني دينا أموال مسبقة. وهذا كلام أنا بالنسبة لي نحسبه تصريح تاع مناصر، لأنه هو ما يمثل حتى شيء، يمثل نفسه فقط، لأنه مازال ما طاولوش لاكريمو تاع كرئيس نادي هاوي. وتصريح يقول انا ناطق رسمي تاع الفريق، انا ما شفت حتى حاجه رسميه وثيقه رسميه من عند الرئيس، ولا يقول باللي هو عطالو انه يكون ناطق رسمي، لان الدليل يوم ما دار التصريح تاعو يوم الاحد الماضي في جريده الهداف خرجت تصحيح من عند الرئيس بوحفص، ودار تصحيح على هذه النقطه وقال الحقيقه، يعني قال كلام في المستوى غير اللي قالوا الشتوف. يعني هنا نظن بلي كاين تناقض، ان ما كان هذا يدل انه هذا الانسان ما يمثلش الاداره الحاليه، وانما يمثل نفسه، وربما حاجه في نفس يعقوب، انه انا نظن بلي هو حب يستعمل سياسه المشاكل اللي موجودين حاليا في الفريق، حاول
يديتورني لوبينيون تاع البيبليك تاع السي ار بي اوليو باش يشوفوا المشاكل الحقيقيه اللي راهي موجوده في الفريق ولا فاسون تاع التسيير الحالي حبي يوجههم الى ان فو بروبليم تاع كذب يعني ان فري ان فو بروبليم للناس اوليو تلتهب لو فري بروبليم تروح لو فو بروبليم نظن هذا يسموه باللي رمي الغبار رمي الغبار اليوم تنفي انك ربما ادارتك السابقه حقا حتى نصحح انا قلت ربما اتهموك انك حولت اموالك الخاصه الاموال الى حسابك الخاص هذا خطا كانوا قالوا انه خديت الاداره السابقه خدات الاموال سبيق تاع اريدو اليوم يا هل ترى انت تنفي شي هذا انا نفي وعندي وثائق باش جبتها باش تفضل تقدر ربما تقدر ما نزيدوش نتكلموا لانه جبت معايا هذه الكونترا تاع الوطنيه اللي موجوده اللي نورمالمون سي كونفيدونسيال يعني مفروض هذه الامور ما تدورش لانه كاين هذا وهاوليك نوري ليش الناس هاوليك لا سيزون سبورتيف 2016 2017 اللي انا كنت موجود في 2016 فهمتلي اون اي تو اللي راه اون فير جي 4 مليون 40 مليون دو دينار في وقتي في مات سبتمبر كنت مازال رئيس واللي راهم باورانج هنا 10 مليون وهنا دوزيام سيزون تاع 2017 2018 هاي ليك لا دات وحده ديسمبر 2016 وكاين الاخرى 30 مليون سنتيم في جونفي 2017 وكاين الاخرى في افريل 20 مليون دينار يعني 2 مليار في مود افريل 2017 هذه بالبيان حتى هذو بالبيان انا مازال ما رفدتهمش لانه انا مانيش رئيس ما عنديش حق انه نرفدهم هذو راهم موجودين عندهم وهما بداوا يصرفوا منهم اذا كان ما حبوش يرفدوهم ما يرفدوهمش هذا سبونسر واش اللي يمنع ربما اليوم رئيس يروح يرفد هذا المبالغ لا اذا ما منعه حتى شيء هذه اداره من حقها تروح ترفد لكن ماشي حنا هما ما يقولوا احنا نعم اسكو ديت لا باساسيون دو كونسيل مع الرئيس لا ما جاش جوستومون هاو اللي كان نوريكم جبت لي بيلون تاعي من 2013 ملي جيت انا عندي البيلون جوستومون هاو لو بيلون مع لو رابور كوميسارو تاع 2013 هاو رابور كوميسارو كونت محافظ الحسابات جو سي با الكاميرا ماذا بيا توجه في فوالا هاي هنا هاو اللي تاع 2013 وهاو لو بيلون تاع 2013 مازال عندي هذا سي ياك تشوف الاوريجينال 2014 كذلك هاوليك لو بيلون اكزرسيس 2014 ولو رابور تاع لو كوميسار او كونت ونزيد لكم هذا عندي اوسي لو رابور تاع 2015 هاوليك لو رابور كوميسار او كونت تاع 2015 وهاوليك لو بيلون فيسكال تاع 2015 حنا رتبناه وهذا لو بيلون تاع 2016 تاع هذه السنه هاوليك موجود هنايا تنتفع اي تاع لا السنه الماضيه تاع 2016 اللي كلها عندي المفروض هذا 2016 ماشي انا اللي الشيء الغريب انه ربما ما صلاش في باساسيون دو كونسين ما جاش ما حبوش يجوا ما حبوش يجوا جوستومون انا بعثت لمجلس اداره وبعثت معهم على المحامي تاع الفريق انه يجي يديروا باساسيون ما داروش انا نوضح برك انا ديت 40 مليون دينار اللي هم يقولوا دا انا ديت 40 مليون دينار لاعب الاخضر وي وهاو الحساب تاع نعم 4 ملايين سنتيم وهاو وين راحت كلها في 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 خلاص تاع اللاعبين في ش في ش في شهر سبتمبر هم حتى هم الاخر وهم اللي دات بور جيري لو كلوب ماشي بور جيري لو كلوب بيان سور هاو فات في تسيرنا وهاو الرقم هنا يقول لك هاو 4 ملايين وشي هادو راحوا كل هذا شهر قبل ما نروح انا راح في اكتوبر دونك هاو ليك الوثائق ويقولوا كذلك انه حنا كذبنا عليهم ما ورينا لهمش ليطا ليطا دات نحن قبل كي جا ابو حفص قبل ما يولي رئيس عطيت له ليطا تاع دات ديون هذيك الديون ب 5 ملايير و 800 8 ملايير 500 سنتيم فهمتلي هذيك ومنها موجوده اللي قالوا لاعبين اللي شكاو وما همش ما صرحنا لهمش هاو نقوم وجيل اسلام مالك او دو بلي ما خلصوش عطينا لهم باساسيون لاعبين ثلاثه هنا قلنا لهم وعدونا انا رئيس وعدني بنفسه في مجلس اداره انه راح يخلصهم لاعبين اجنبيين بالاضافه الى اسلام مالك نعم موجودين هم يقولوا ما وراناش وفاجئونا تفاجئوا بسي ار ال انهم دفعوا في سي ار ال هذا خطا هذا هو موجود هذه ستاني تا كونطابل عطيتها للرئيس الجديد نعم فيكو ما درتش باساسيون دو كونسين دونك نعم عطيناها له معليش انا نوضح له انا طلب توضيحات عطيت له انيطا جلي دوني انيطا بور سافوار وعطينا له انيطا حتى لفان ديسمبر ومن بعد اللي كان 2016 ديسمبر ايه 2016 كان عارف فيها ولكن بريزيدون تاعك كنت على راس الفريق واحد المرحله راحت لفرنسا باش تعالج جات اداره مؤقته سير الفريق نعم. يعني كيفاش كان يعني لي شونج بين الاداره تاعك الاداره اللي كانت في الوسط يعني الان اداره سير الفريق انا لما مشيت لفرنسا انا اولا نصححتك كذلك الاخ انه انا
ما استقلتش وما تنحيتش، انا كملت لو موندا تاعي. جي تيرميني مون موندا، لو موندا تاعي خلاص 9 ديسمبر 2016. 2016 دونك حتى 2016 جيتي بريزيدون، كملت الموندا وعلنت شهر ونص يعني في 23 اكتوبر في مجلس اداره اني ما نترشحش، وقلت لهم بداوا من اليوم تتبدلوا زمام الامور. تم عيننا كريم شتوف ككورديناتور تاع ليكيب منسق يحكم حتى يعني لا فين دو موندا تاعي، ومن خلالها يجي راي جديد ولا يكملوا يعني. لكن كان من الناحيه التقنيه وماشي من الناحيه الاداريه، يعني من الناحيه الاداريه. وهاد الناس يعني باش نزيد نقول انا لما يقولوا لي بلي ديت سوارد، هاد الناس جاو يقابلوا الفريق، معليش حاجه مليحه، لكن باش ننقدوا اداره البعض خلي كاين رئيس هو اللي يتكلم. اذا رئيس اذا تكلم يجي لي يدير باساسيون، ومن بعد كاين مجلس اداره، الجمعيه العامه هي اللي تبروفي ولا لا تابروفي لو بيلون مورالي فيلونسي. إيه دونك هاد الناس هاد الشيء اللي لازم يكون، ماشي يجي واحد يتكلم مازال ما عندوش حتى مسؤوليه رسميه في شباب الوزداد ويقول كلام كيما هذا خطير. لي انا تمنيت ما تكلمش، يعني هذا الشيء اللي نحب نوصله. انا كنت اتصلت بك في عديد من المرات، ما كنتش حاب تعود الى ساحه لا جو فولي با ديستابيليزي لو كلوب. انا حبيت الفريق الاستقرار تاعو، ما يقولكش هذا راه يخرب الفريق ولا راه العكس. انا حتى الرئيس هذا لما جا قلت له راني هنا واي حاجه تحب نتعاون معك فيها راني موجود. صحيح. راني موجود ومادا بيا كنت ما تكلمش، لكن لما وصلت لما تمس الشخصيه تاعي لما تحاول تعطي صوره للناس باللي هادو داو اموال لهم، صراحه خطيره، هذه خطيره وتمس الشرف تاع الانسان وهذه غير مقبول. لازم تنطق ولازم تقول لي بيان فيني معانا على كل حال. اللي حب ربما يقدم وجهه نظره او يرد على لا، هو قال عندي انا شوف كان حاجه نتحدى فيها، وقال عندي ورق تثبت ما يقول. انا جبت ورق اللي تثبت عكس ما يقول، وانا نتحداه وما عندوش اوراق، ما عندوش اوراق اللي تثبت غير عكس ما اقول. اوكي وصلت الفكره بريزيدون، وهو ولا دوك تقلب كلامه ولا يقول انا ندير جمعيه عامه. باي حق يدير جمعيه عامه؟ هو ما عندوش الدروا يدير جمعيه عامه، ولا دار حتى ديجا كونتي لوغا لاغريمون تاع لو سياسا كلوب اماتور باش يقدر ينادي الجمعيه العامه نتاع نادي الهوي فقط لا غير. اما احنا كالاس اس بي اللي هي الشركة. عندها ان ستاتي كوميرسيال، كاين دي زاكسيونير، كاين رئيس مجلس اداره اللي هو الرئيس بوحفص، هو الوحيد اللي تخول له القانون انه يدعو لمجلس مجلس اداره. بكلامك على شركه ورانا انا راني عضو في مجلس اداره. بكلامك على شركه شباب الوزداد، سمحوا لي فقط محمد على بالي عندك تدخل، ولكن نمر في قضيه شباب الوزداد وسيد رضا مالك نقطه بنقطه. كيفاش تركت شباب الوزداد؟ كانت عندك ربما بعد النادي الهوي كنت انت اكسيونير ماجوريتير في فريق شباب اكسيونير ماجوريتير، ولكن بعد كان فريق كان عندي النفوذ، كنت قادر. لا أوكي. كنت قادر يعني بكل صراحه في اخر مجلس اداره كان حاضر حتى ابو فحص، طلبوا مني انه نكمل يعني نجدد عهده جديده. انا رفضت. هل ترى الاسهم تاعك بعتهم للرئيس الجديد او تركتهم؟ لا الكلام لا احنا المعلومات اللي عندنا انك لا سمحت في الاسهم، سمحت فيهم، سمحت في 7% لانه شفنا ربما لانه كاين ازمه ماليه في شباب الوزداد. والرئيس بوحفص صرح في مجلس اداره انه انا نقابل نجي رئيس ونجيب اضافه، قال ندخل اقل شيء نجيب 10 ملايير سنتيم. حنا قلنا لفائده الفريق لما لا، نعطوله فرصه. ربما صار ان بلوكاج، شكون اللي يعطيله؟ انا كنت نفضل انه يعطيه لهم السياسه اللي هما عندهم ماجوريتير. قال لك سي كومبليكي فو فار اون توتي ناسومبلي جينيرال. شفنا رغم انه يعني كانت بعض القنوات قنوات اللي تكذب، يعني ماشي قنوات تكذب، اشخاص استعملوا القناه احتراماتنا لهم اشخاص استعملوا القناه لمصالحهم ماشي شخصيه ولكن مصالحهم تاع لو كلون تاعهم، فهمتني؟ دونك قالوا باللي مالك حجز فريق شباب الوزداد اونوتاج وشي هذا. انا كنت يعني هذا الصحفي كنت نحترمه كثير لما قال هكذا دخل في لا مانيبيولاسيون، هذا موضوع اخر كثير. على كل حال ولكن سيد مالك باش نقولوا يعني المهم في القضيه 7% اللي تخليت عنهم، يقولوا انا ضغوطات اللي خلاتك تخلي 7% هذوك، اسكو سي فري؟ هي كانت تهديدات ماشي ضغوطات، كانت تهديدات من مجموعه اللي راهم اللي عطاو كونزون كوسيوني الاداره جديده. انا ما تقبلش الادارات، لكن تكلم معايا مسؤول محترمه من لونتوراج تاعنا تاع شباب الوزداد وعطاني التحليل تاعه والنظره تاعه، قنعني بها. لما قنعني بها انا تقبلت انه نسمح في 7%، قنعني بها. يعني الضغوطات كانت والتهديدات كانت موجوده. محمد عندك تدخل؟ وما يش غير انا، كاين زبير بودوا اللي كان عضو في مجلس اداره
اللي هددوه كذلك، هددوه انه يخلي لي زاكسيون تاعو. كاين ناس، هاد الناس اليوم يتحملوا مسؤوليتهم، واليوم لا يخلص هو جمهور شباب الوزده. انا لا باك حبيت نسقسي البريزيدون ان الناس هادو كذبوا على شباب على الانصار. كذبوا على الانصار. انا ماشي حاب نعود للرئيس الجديد البريزيدون، حبينا نجيو نقطه بنقطه، لان في قضيه صحيح يقول لك يزيد كاين تهديدات، تهديدات اللي خلاته تهديدات روح العداله. انا باك نحب نقول البريزيدون يعني كان هو محب ومناصر شباب بلوزداد، اول تجربه في شباب بلوزداد كرئيس، ونعرفوا الرؤساء لما يحكموا انديه يخلدوا فيها. المهم الاسباب بريزيدون اللي ما خلاتكش تعاود تجدد العهده الثانيه. قول انا نقولها بكل صراحه، تفضل. انا من اجل المحيط تاع المسيرين تاع شباب بلوزداد ما توالمش معايا لما تكون تعمل ومن بعد تلقى بوكو دو كلون، لي كلون هادو انت راك تخدم. احنا لما جيت الفريق نعم الاولاني ماشي انا درت ريكروتمون، لعبنا سلكنا الفريق كان يلعب يعني بور لو مانتيان. العام الثاني لما درت ريكروتمون والعام الثالث لعبنا على البطوله، دو زون لعبوا على البوديوم. العام الثالث لعبنا لا سيزون وكل ما حبطناش من البوديوم، لما يمانيبيليو لك الناس من الداخل. وهذا الشيء سي قاسي سعيد يعرفوا مليح، لما الناس من الداخل ومن لونتوراج تاع الشباب يولوا نشعوا هما لي سيبورتور ويسبوك ويسبوا لك يماك ويسبوا لك اصلك ويسبوا لك فصلك، تولي ما تقدرش تكمل المحيط. لانه لما يشوفوا المشكل تاع لونتوراج دو فوتبول الجيريان سي مالورو، ما حبيناش نغيروا الذهنيات. كاين حاجه يسموها الغيره، الغيره مال بلاصي. هذه الغيره مال بلاصي لما تكون الفريق نتاع على راس فريق، لا بكري يكون لا شادي مال بلاصي حتى الغيره ولا لما تكون نتاع على راس فريق والفريق هذاك يلعب بور لو مانتيان وربما عنده تخاطر السقوط، كاع يعاونوك باش يمدوا اليد. واش من الفريق؟ واش من الفريق بريزيدون ان غران كلوب؟ انا نقول لك خليني نكمل كلام. لما تزيد تلعب وتولي تجي تلعب باش تدي القاب ما يخلوكش تدي القاب. يقولوا هما يديروك مشاكل باش ما تديش رؤساء سابقين. تولي تسمع ما عندكش ادله، كاين امور ما نحبش ندخل فيها، لو كان ندخل فيها نزيد نطرطق ربما قنابل اكثر من اللي فاتوا. ما تسخنونيش باش ما نزيدش نهضر. حر على بريزيدون نطرحوا لك اسئله. الخلاصه المحيط هذا اللي راه موجود في شباب الوزداد محيط ما يوالمش وما يخليش الفريق باش يوصل اين ديمونسيون اللي هي الديمونسيون اللي لازم تكون تاع شباب الوزداد، لانه فريق كبير. فريق كبير لا ديمونسيون تاعو كبيره، لازم لونتوراج اللي يكون في وسط التسيير يكون عنده نظره وفكر عالي نزيه يخرج من هذا. لانه عيب لما حتى يخرج واحد من المسيرين يتم اداره قديمه، عيب نبقاو كل يوم اداره تروح تسب اداره اخرى وتبقى اداره اخرى. واحد ما ينكر ربما وجدت في شباب الوزداد وبدون تدجيل وكذب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، ولا زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الانسان لازم الصدق يكون في معاملات نتاعنا كل. على كل حال تاريخ ربما تاريخ يشهد لك واش قدم شباب الوزداد بالمحاسن وبالامور غير الايجابيه في شباب هنا في البلاطو في العهده تاعي. طبعا تسمح لي كلمه، تفضل. نتحدى اي واحد دركا في المحيط تاع شباب الوزداد ملي تخلقت شباب الوزداد انه حط اموال اكثر من مالك في شباب الوزداد. صح لما يكون يجي يقابلني ماهم لي بيلو. كان سيد محمد الفقير الله يرحمه وزي. ما حطش اموال كيما حطيت. اوكي راح نعود الى هذه القضيه. نور ربما انا فاهم واش يتكلم سيد رضا مالك، لانه امور كارثيه حدثت في فريق شباب الوزداد. اعطينا رايك ربما لما تسمع نيكس بريزيدون تاع شباب الوزداد تكلم بهذا الاحساس وبهذا الالم ان صح التعبير. رايي انا شاطرو كيقول لك يعني لا جالوزي مال بلاسي. هي سي فري اون جالوز توجور كالكان كي افونس اللي يتقدم عنده مشروع عنده. انا مازال مش يعني الناس يجوا فريق راح يسقط يتعاونوا عليه، تعاونوا باش ما يسقطش. ساعة واحد ما يدنا ليه. نهار كيكون الفريق يمشي تلقى الناس كاع يعني عندهم طموحات يعني باش يشدوا الفريق. دونك كيكون ان كلوب اون بون سونتي يقول لك فيها اموال فيها هذه. يا توجور دي جون يعني اللي حايبين يعني يدخلوا شباب الوزداد لسنوات. شباب الوزداد عندهم يعني اون ريشيس سي البوبليك تاعهم وافي. تلقاه يتخبط في البروفوندور تاع كلاسمون وتلقى يعني دو تاريخ اوسي سي ان باتريموان سي تاريخ شباب الوزداد سي ان باتريموان سي ار بي بكري
ليكيب تاع سي ار بي تاع الاسم ربما تكفي شباب الوزداد كان شاهد كانوا سي لو بلون سي لو بلون ماغريبان سيتي 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 لي بلو فور شحال شحال القاب اللي داو يعني مغربيه شحال شحال القاب القاب على مال القاب والرابعه وصلوا فينال فينال لحقوا فينال وكانوا بداو يعني على ليبوك ما كانوش لي كوباراب يعني اسماء كبيره كذلك في الكره القدم فريق الواحد كانوا بداو يعني يمشيوا في التاريخ ربما تاريخ كؤوس افريقيا كانت صارت لهم يعني مشكل مع فريق يعني سنغالي في 20 اوت وما مشاوش يعني جندار في مباراه كوب دافريك كان اسمها رابطه الابطال اللي اسمها رابطه الابطال نتكلم على الدور نصف النهائي وربع النهائي الدور الاول مع حارس تيام مع تيام مع تيام طبعا هذا تاريخ شباب الوزداد اللي ربما ما يقدروش الناس ما يختلفوش فيه اثنين. انا كان عندي كان لي حظ يعني دربت الفريق شباب الوزداد بعدها بريزيدون جا عندك تدخل نتكلم طبعا حنا نواصل بعدها القضيه كبرت في فريق شباب الوزداد ولحقت ربما الى اتهامات بين او كلام من هنا ومن هناك بينك وبين سيد حسن حمار الحي بالمناسبه وبينك وبين سيد محفوظ قرباجوزي رئيس الرابطه المحترفه لكره القدم تتكلمت على مباراه بين الشباب والوفاق في ملعب 20 اوت وبدون جمهور على ما اظن بدون جمهور يعني. جمهور بالولد تكرم له جلال اسبوع قبلها كان سيد رضا مالك كان ضيف عندنا في حصه الجزائريه فوت دونك هنا ربما انت تقول انه فيه ما فهمنيش مليح حسن حمار ما كنتش نتكلم على سيد حسن حمار كنت نتكلم على محفوظ قرباج نعم انا في التصريح تاعي ما جبتش المقابله ما عاودتش تكلمت على لي ديطاي تاع المقابله انا تكلمت على باش نفهموا المحيط تاع شباب الوزداد انه ما كانش فافوراب باش يعاون بعضه باش الفريق يروح القدام ولا يدي القاب اللي كان يلعب على لقب شباب الوزداد نعم انا ما قلتش ما شككتش في اللقب تاع بالنسبه لوفاق سطيف ولا عندي اي مشكل مع وفاق سطيف كما قال حمار او غلط تماما لانه انا سطيف فريق وفاق سطيف فريق نحترمه كثير ومن الفرق اللي نفضلها في الشامبيون رمز من رموز كره القدم الجزائريه عندي بنت اختي طبيبه تما في سطيف وعندي نسابي في سطيف دونك يعني واش قال او غلط تماما ولكن من حقه لا معليش تفهموا سي بريزيدون لا انا نقول باللي غلط ما فهمش المفهوم تاعي انا ما قصدتش انا وفاق سطيف سي ابار وضح ربما انا وضحت انه في المقابله هذيك قبل المقابله تكلمت مع الاخ محفوظ قرباج على اساس يعطينا ان اربيت نزيه مقابله مصيريه اللي تلعب على لقب احنا وسطيف من فضلك نحرص انه يكون عندنا سي با محفوظ قرباج كي ديزين فوالا اوناي الحكم اسمح لي اوناي لو ميم اربيت اللي لعبنا فلالي عطى لهم ضربه جزاء ربحونا بضربه جزاء وحنا احنا منعنا من ضربه جزاء اللي كانت من ضربه جزاء فوالا حتى هما من بعض حتى المدرب انا ذاك تاع وفاق سطيف مضوي تكلم باللي يعني فيها وما فيها هذيك اللي الاخر هو قال باللي يعني شفت التصريح تاع حمار انا ولو ما نحبش نرد له لانه نحترمه هو ونحترم فريق سطيف نحترمه كثير وقال راه عرضني انا الى سطيف انا اذا ولا ربحت سطيف نبرهن له نجيب له باكي نوار ونروح له تروح لسطيف شيخ نروح وندي له باكي نوار من اجل الانصار تاع وفاق سطيف من اجل فريق كبير تاع وفاق سطيف من اجل احترامنا للرئيس نتاعو اللي نعبر له انه انا راه غلط انه انا نكره وفاق سطيف ولا عندي مشكل في وفاق سطيف ولا انا عندي مرض واسمه وفاق سطيف هذا شيء خطا رائع. ولو انا ما نرجحش بالعباره هذه وكرئيس نادي مفروض لما يقول كلام يقولوا كلام مهذب شويه هذا الكلام هذا يقيس ولو هو قال لي كلام يقيس انا نرجع له بكلام طيب لانه احتراما لوفاق سطيف والانصار تاع وفاق سطيف ولسكان مدينه سطيف اللي هما فريق تاع بلادي فريق في الجزائر صحيح. ما هوش في بلاد تاع عدو تاعنا راهي فريق اللي انا نسال فيه لانه جزائر جا في الجزائر هذا من الجزائر وانا جزائري دونك ما عيب انه نتكلموا انه واحد من الرؤساء يقدر يكره نادي هذه شيء يلا جلال نقطه اللي حاب نزيد صحه انه قال هو انه انا كان الفريق تاع شباب بالوزداد كان قادر يربح كل مقابله ماشي هذيك البينالتي اللي راح تربحوا هو ربحني في بينالتي ربحنا بينالتي في سطيف حنا كنا بينالتي كان عطانا كنا نقدروا نربحوا فيها لكن هذا ما يشككش انه وفاق سطيف دار باركور اكسترا اوردينار العام هذاك دار القاب
وكان يستاهل اللقب. اللقب بارابور لو باركور واش دار هو، وحنا كان فريق هو اللي يستاهل اللقب، نقولها بكل صراحه. لكن انا كنادي كرئيس نادي نعمل على باش فريق تاعي يدي لقب، ندير مجهودي كل اللي باش يكون التعاون. رغم انه هذا قلت هذا الكلام صافي با دير انه اخ محفوظ قرباج جامي جامي عاوننا، عاوننا في حوايج كثير، لكن في هذه المراحل قلت لي ما عاوناش، ما عاوناش فيهم وكانوا مصيريين. لذلك انا قلت لك لما تكون تلعب على امور باش تسلك الفريق يعاونوك، بصح لما باش دي القاب ما يعاونوكش. علاش بريزيدون تتكلم على سي؟ ونحب نصحح برك نقطه اساسيه خصوصا للانصار، والله للانصار، لانه تكلمت على ضربات الجزاء، قلت انا ثلاث سنين وانا نسير الفريق ديت سنين تاع ضربات الجزاء، وحاليا شباب الوزداد دا سبع ضربات جزاء. انا بالعكس نفرح لما شباب الوزداد يدي ضربات الجزاء، ونفرح لما يزيد ينتصر، لكن انا تكلمت احنا في وقتنا، في وقتي انا كرئيس اللي ما ديتش كنت نستاهل ضربات جزاء كثيره وحرمونا منها. هاو الشيء اللي تكلمت عليه، حنا تظلمنا الاداره تاعي ظلمت معنا ذاك في ضربات الجزاء. شباب الوزداد لو كان دا ضربات جزاء اللي كانت لازم تكون عليه، لو كان النتائج تاع الموسمين القادمين اللي فاتوا من قبل كانت تتغير، كان الترتيب يتغير تماما. هذا هو المقصود نتاعي. على كلامك على السيد محفوظ قرباج يقولوا ان العلاقه بينك وبينه كانت بارده وبارده للغايه، رغم انه يعني هو اللي اعطاك يعني لي زاكسيون وكنت خلفته يعني خلفت بالرئاسه تاعو. نقولوا ان القضيه كان قضيه الدربي مولوديه وشباب الوزداد اللي كان مبرمج الموسم الماضي في 5 جويليه، في 5 جويليه تلعب في 20 اوت، وقضيه لاعب فرحاني يقولوا انه امضى في شباب الوزداد ولكن على داني الميوت راح فريق شباب القبائل. يعني واش كاين العلاقه بينك وبين السيد محفوظ قرباج؟ والله انا شوف انا لما جيت بكل صراحة. انا شوف لما جيت شباب الوزداد جيت لانقاذ الفريق، فريق كان ما كانش راح يديماري، وسي قاسي سعيد كانت عنده معلومات من كويزي، نعرفوا المشاكل اللي كانت فيه، مشاكل كان الفريق ما كانش حيديماري. انا جبت اموالي خاصه وديمارا الفريق، وعطيت 8 شهور للاعبين، وكان لي ماشي خالصين عام باش ديمارا ليكيب، وجبت مدرب وديمارت ليكيب. المفروض يعني المفروض لما تصيب رئيس يوقف مع الفريق ويحب الفريق، وجاب اراده، لان جيت محبه خاطري للفريق. محفوظ قرباج صحيح عطاني 4% وبلاط عطاني 4%، زوج اللي عطاوني، لكن ايزيتي دون اوبليغاسيون لازم يعطوا لي باش ندخل لمجلس الاداره، والا انا كنت نساعد في الفريق، جيت حطيت اموالي في الفريق ومازال ما عندي حتى ستاتي، جيت محبه في الفريق وما كنتش طامع باش نكون رئيس، كنت نتمنى ان واحد اخر يكون رئيس. لما ما لقيتش اي واحد تقدم، تقدمت بحكم لو فات اكومبلي، بلي بحكم الواقع المر. علاش العلاقه اصبحت هكذا؟ علاش العلاقه بينك؟ لان نقول لك، لان كانت لعده مرات في الموسم لازم ندير ربما امور ما نشاورهمش فيها. انا كرئيس عندي حق ناخذ قرارات لنفسي نكون مقتنع بها، لازم نشاورهم ولازم ناخذ لهم رايهم، ولا مثلا لازم نحي سالمي، ولا لازم نحي فلان، وانا ما نردخش لهذا. انا جيت قنعني، انا كرئيس جيت قنعني نمشي معك، لكن بور مو سيرفير دو موا اون ماريونيت جو ناكسبتري جامي. بريزيدون وصلنا ربما الى هذا هو الوقت، لانه خذينا اكثر من الوقت فيما يخص قضيه شباب الوزداد. سؤالين فقط حتى نمر الى نقطه اخرى. السؤال الاول بسرعه فقط بريزيدون في بعض الثواني، كنت تكلمت على الرئيس الجديد انه ما عندك حتى مشكل معاه، ولكن المخرج تعطيني تصريح في جريده كومبيتيسيون على ما اظن، كنت تكلمت او كومبيتيسيون على ما اظن، كنت تكلمت على انه طلبت اين هي 10 ملايير اللي وعد بها الرئيس الجديد او الاداره الجديده. لا انا لي 10 مليار برومي افيك لا ريفيديو. عملت مليح باش نوضح هذا التصريح تاعي. هذا جاني الصحفي نتاع الكومبيتيسيون، كومبيتيسيون تاع كومبيتيسيون جو بونس، ولا البيتور، البيتور وطلب مني يعني تكلمنا على الموضوع هذا تاع التصريحات تاع شتوف. قلت له من الاحرى انه كريم شتوف يجي يتهم الاداره تاعنا بانه سحبت اموال وما عنده اوكان دوكيمون، ما عنده حتى شيء، اوكان دوكيمون كونطابل بور بوفوار بارلي. هو راه بحكم الواقع راه يعاون في الرئيس هذا، على الاقل هذا الرئيس راح قال باللي يجيب 10 ملاير، يروح يطالبوا قال 10 ملاير هذه من وين راهي؟ اعطيها لنا باش نسلكوا الفريق. صحيح. هذا ما كان، وحنا في مجلس اداره كان عندي اتصالات من اعضاء تاع مجلس اداره موجودين، ومنهم الرئيس السابق عز الدين غانا اللي يعني تن كان موجود وكان تكلم عن النقطه هذه، لكن ما حبش يدير تصريح. نقول لك الواقع لماذا، حتى انا كنت معاه موافق في التصريح تاعو.
قال لك احنا ما نديروش تصريح لانه ماهوش الوقت، لان احنا مانيش حابين نضروا الفريق، راهي في مرحله وين مازال ما ضمنش الاخر لو ماتيا، هي ان دومي فينال يفو با كون بيرتورب هذا الرئيس. احنا هذا الرئيس هذا فتحنا له البيبان، اذا كان حبنا نعاونوه في امور نعاونوه وبدون اي اطماع له باش نقول له رؤساء ولا. صح واضح وصلت الفكره. بور ايدي ليكيب ونحبوا ليكيب، وغير هذا راه خطا. سؤال ثاني سيد رضا مالك، كنت في مباراه شبيبه القبائل بي تي سي وزو، كنت كضيف شرف في المدرجات، وكان ربما تكلمنا عليك هنا في بلاطو ما لاباش ولا شت الحصه، ولا قلنا ربما سيد رضا مالك راح توجه لشبيبه القبائل. انا قلت بالك راح يلعب النيميرو 17 اكزاكتومون النيميرو 17، مي في واحد التصريح قلت انه مجميع بريزيدون مر على شباب الوزداد وقدم لشباب الوزداد خرج من الباب الضيق. اي فوزافي سيتي سيد محمد الفقير ربي يرحمه. وي كي كان تشوف درك سي للاسف، يعني نقول لك للاسف جميع بريزيدون جاس بلوزداد ولو جاء القاب يخرجوهم من الباب صغيره، وهذا خطا. علاش قلت لك من العيب دوكا تجي اداره تشتمنا احنا؟ احنا انا ما شتمتش اداره كانا، انا عمري ولا شتها، بالعكس انه اداره كانا شكرت كانا على المجهود اللي قاموا، اللي اعطى من امواله 14 مليار سنتيم للفريق خلاهم. من العيب انك واحد كيما هذا جاء الفريق تخلى 14 مليار سنتيم ولما يروح تشتمه ما باي، ما انا نظن ما وراه الشهامه وراه رجله. هاي اليوم شتمت غدوه شتمت، انا رحت راحوا كاع، والاداره اللي تجي تروح غدوه، شكون اداره اللي تجيك توقف على الفريق؟ واحد ما يجي يقول لك جا هذا خلى ملاير سبوه، هذا جا خلى ملاير سبوه، سانونكوراج با شكون اللي يجي؟ دونك وكاين ناس في لونتوراج هادو خدموا مع كل الرؤساء، خدموا مع الفكير، خدموا مع الفكير، خدموا مع حسابي، خدموا مع قرباج، خدموا مع واسمو مع غانا ان مومون، فهمت لي؟ ودرك راهم يخدموا ومشاو الفريق دائما هما اللي ملاح والرئيس اللي يروح ماشي ملاح، ولكن هما دائما اللي ينقدوا الفريق والاخرين رؤساء ما جاوش ينقدوا الفريق. الفريق هذا كل ولادو ينقدوه، لان لما جيت قلت لهم لازم اليد في اليد، الجميع نحو عقليه لي كلون، تحبوا ننجحوا نحو عقليه لي كلون، نحو الغيره مال بلاصي، نحو الافكار تاع اللي لازم بريزيدون تمشوه كيما تحبوا. بريزيدون عنده صلاحيات، خلي له يدير سا بروبر بوليتيك دون لو كلوب، ليسي لو فو با ليسي مانيبيلي. هذا هو الشيء اللي نقولوا انا، اللي لازم نقولوا اللي بقى نقول فيه، فهمتني؟ يلا باش الفريق ينجح ولازم ينجح. انت بريزيدون شخصيا اش خليت في شباب الوزداد؟ وهل عندك وثائقات تثبت شحال خليت؟ انا عندي وثائق، عندي في البيلون وعندي سور لو من اموالك الخاصه، من اموالي الخاصه عندي فوق 20 مليار سنتيم. وعندك وثائقات تضمن؟ عندي وثائق طبعا راهم محطوطين في البيلون. اسكو تعتبرها كديون؟ اسكو تعتبرها كديون ولا ك لا حاليا نعتبرها كديون لانه ما حليناش الكابيتال، لو كابيتال نا با ايتي اوفر. مي جو بونس كو سي ان انفستيسمون اوسي. ما تقدرش تقول انفستيسمون، ها وكان يتكلم الاخ راه اون بو با بارلي دانفستيسمون دون الفوتبول في العقليه هذه اللي راهي موجوده. يا با دو روتور. الانفستيسمون فاش كيفاش تنفستي في الفوتبول؟ فهمني. لا انا حبيت كيفاش تعتبرها 20 مليار هذه كيفاش تعتبرها اليوم؟ كيفاش لا لازم اعاده النظر. تشري لاعبين برك ما تبيعش. اي جوستومون لازم اعاده النظر في التفكير، انه الحاجه الاولى اللي لازم نفكروا فيها اللي باش الفوتبول ينجح حاليا وسيت اون اورجونس ويبقى مون افي واللي نقترحوا للعالم الرياضي الكرة الكروي تاع الجزائر، انه لازم اعاده النظر في لو بلافونمون سي سالير اللي تكلمنا في انا كنت عضو في 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 لاسومبلي تاع اللي فاتت تاع واحد رئيس روا تكلمنا مرات على لو بلافونمون سالير لازم ينقص تاع لي جوار، لانه من المستحيل يبقى ان كلوب 40 مليار 70 مليار لو بيجي تاعو ما عندوش ميم با ان سورت دو بريزيدون. انا فقط انا توقفنا لان راح مباشره الاشهار. كنا راح نتكلم على قضيه اللي وعدتنا بها الاسبوع الماضي، قضيه مونديال 86، ولكن راح نشوف فقط الاشهار وبعدها راح نعود نتكلم على هذه القضيه ايضا. فاصل وبعدها سنواصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم الجزائريه فوت. في الجزء الاول الحديث كان شيق وحار في نفس الوقت مع الرئيس السابق لشباب الوزداد السيد رضا مالك. في الجزء الثاني راح نتكلم على البطوله الموبيليس القسم الاول والثاني طبعا، ونتكلم على مونديال 86 كان وعدنا
محمد قاسي سعيد باش نتكلموا على اهم او ابرز النقاط او ابرز القضايا اللي كانت تحدث في مونديال مكسيكو 86. جينجل مونديال 86. إذن المنتخب الوطني ومونديال 1986 محمد أك واجد علاش راح ديني الحبسه؟ الاسبوع الماضي كنا تكلمنا وقلنا اذا عندك شجاعه تكلمنا على واش صرا في مونديال 86. نورا مع اك معاه ولا معايا معاكم كاع فلوس بول ديستوار محمد البدايه حنا في الاسبوع الماضي كنا تكلمنا على اشراف سيد رابح سعدان على المنتخب الوطني وكانت فيه بعض القضايا الانضباطيه. كنا تكلمنا على علي لوزيت وكنا قلنا انه جاب الانضباط في المنتخب الوطني وصرا امتي ديبارد على سيد رابح سعدان الحيوه بالمناسبه. 1986 كانت فيه قضيه اسمها قائمه 22 لاعب. تفضل وشنو هما الامور اللي شتها انت كلاعب ورحت المونديال شتها غير عاديه في المونديال 86 في القائمه؟ طبعا القائمه يعني كل قائمه من 82 حتى 2014 كان الناس يتدخل فيهم. هذه واحد ما ينحيها. كلمه 86 محمد 60 للان 86 نقول لك على سبيل المثال لاعبين كيما بويش تاع المولوديه ناصر ولا يحيى حسين حتى سرباح لأن يشاركوا في كل التصفيات صابوا روحهم خارجين القائمه. القائمه شكون مسؤول عليها؟ مسؤول على المدرب الاول والمسؤول عليها رابح سعدة هو المسؤول عليها. يعني كان الناس اللي تخطط وتدبر كان لاعبين اللي لعبوا وتعبوا وكان لاعبين اللي استفادوا بلا ما لعبوا. واضح هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تهديدات من لاعب مغترب قولي ولا صح ولا لا قبل مباراة إسبانيا اللي نهزم فيها المنتخب الوطني بثلاثية كاملة. لا حقيقة كانت تهديدات. لو تشوف يعني تشكيلة تاع المنتخب آنذاك تفيق شكون اللي دار التهديدات. أنا ما نسميش ما نذكروش الأسماء ولكن هذاك كان فيه تهديدات باش بعض اللاعبين ولا لاعب يلعب وكان يلعب. وضح وضح وهدد اللي هدد الطاقم الفني ولا بحس عدد هدد الطاقم الفني. نعم بالطبع. وش من بعد؟ ولكن وش صرا في الفيسير ولا فلوتال؟ 3-0 خسرنا. نو مي فلوتال وش صرا؟ استنى استنى. ما صرا والو. والو. ما صرا حتى شيء. واللاعبين هذاك اللاعب هذاك اللي طلب انه يلعب بالسيف كما نقولوا بالعاميه في مباراه اسبانيا، لعب ولا ما لعبش؟ لو تشوف قلت لك التشكيله. لعب ولا ما لعبش؟ شوف التشكيلات فيق لعب ولا ما لعبش؟ لا سؤال واضح. لعب. لعب. اوكي. هذه نقطة ثانية. زوج نور بن زكي. فيها قضية أخرى. تسمع هذه كاع سعدان على لوزيتش توليت لنا على لوزيتش. لا الاسبوع الماضي تكلمنا على الانضباط رانا نتكلموا على وصلة في المنتخب الوطني نور فيها نقطة نتكلموا على لا رابح سعدان نتكلم على رابح سعدان نتكلم على رابح سعدان هذه القائمة 23 ندخل هكذا برك شوية برك تفضل تفضل من حقك تفضل يعني كتبت لهنا جاب لي ربي عنده عموم 68 سنة عنده 31 سنة من اللي جرات هذا المنافسة 31 سنة تما كانت عنده 37 سنه كان جاي يعني للتدريب كان بدا يعني مع الفريق الوطني ما كانش يعني اساسي كان ادجوان يعني مساعد ولا بريباراتور فيزيك ولا في 82 ايه انتم كنتوا تهضروا على وصل في 82 ماشي هو لا هو في 82 كان ادجوان ولا بريباراتور فيزيك احنا ما تكلمناش على 82 كان في الطاقم 86 عطاو له الفريق هكذا ونعرفوا كاع الضغوطات اللي كانت هذاك الوقت هذاك يعني ما يخليوش المدرب يعني يخدم كما لازم حال ولكن كان ما تنساوش بلي كان شاب وجاي للتدريب كان مدرب وطني كان غير كيما بدا يعني تدريب مدرب وطني عطاولو الناخب يقول لهم لا كوطني كوطني علاش يقول لا ما يقدرش يقول لا لانه ديجا كان كادر في المينيستير المهم حنا لانه ما نلومش سعدان واحد ملامو واحد ملامو نور حنا نتكلم لانه القضيه بدات في تصريحات الاسبوع الماضي على تصريحات السيد رابح سعدان فيما يخص انه تصفيات مونديال 2014 كانت فيه ناس دخلت وكواليس باش تاهل المنتخب الوطني. انت كنت قارنت مع علي لوزيتش علي لوزيتش هو كانت عنده اكثر من 60 سنه كي كان حاكم الفريق الوطني وكانت عنده تجربه كبيره كان عقب وين يعني كسر كاع الفرق يعني كسر باريس سان جيرمان كسر ليل كسر بعض الفرق يعني في فرنسا ومشى الكوت ديفوار كان رابح سعدان يعني فاز عليه في ربع النهائي يعني باش نقول لك انا كانت عندي الذاكره
واحد واحد ماسك في الذاكره تاعك انا المسكري. لا قضيه اخرى هو ضعفوه يا زيد ضعفوه بصح كان صغير ضعفوه. اوكي في 1986 فيه لاعب دولي سابق مؤخرا كان ذكر على انه مونديال 86 مباراه اسبانيا مباراه مخدومه باش نخسروا 3-0 باش نخسر المنتخب الوطني باش نخسروا. واش ترد على اللاعب الدولي السابق اللي تقال شي هذا؟ لا ما كاش مقابله فيها فيها في هذا الحجم هذا ما كاش ترتيب المقابله تاع واضح. لعبت بحذاء رياضي بعلامه المانيه وبلي باوسي ولكن القميص ولو شورت تاعك كانت علامه اخرى. شوف يا زيد يا زيد حنا اوني بلو رواليست كاروا تتصور كانت شركه ما اللي كانت حكم قالت لك نلبس المنتخب الجزائري كل المنتخبات الجزائريه لمده 5 سنوات أو 4 سنوات وتزيد تعطي لهم اموال يدخلوا للاتحاديه. ولكن الناس كان بعض المسؤولين اللي رفضوا باش ما نلعبوش بهذيك العلامه هذيك ولكن لعبنا بالصباط بالحذاء وتقاشر بهذيك العلامه ولكن المايو والشورت لا علامه اخرى علامه اخرى تسمى خلصوا الرباح. لا تسمى الانسان اللي راح يعني يتفاوض ما صابش واش كيفاش يدير اكوتي الور ما تلزوش. اخر نقطه جلال محمد قاسي سعيد اليوم عنده نقطه ولا عنده واحد الحاجه قعدت له في قلبه بوندون توت سا كارير هي الحق الابوي تاع 28 سنه اللي حرمت لاعبين جزائريين بالطبع باش ياسنا محمد مازال اللي حرمت لاعبين جزائريين من الاحتراف خارج الوطن. انا ذاك لا شوف يا زيد تصور لاعبين تاعنا انا تاع ذاك الوقت في عمرهم 20 21 22 سنه وانت تحرمه باش يخرج للخارج يعني باش يحسن الوضعيه الاجتماعيه ديالو والوضعيه الرياضيه ديالو يعني كانهم عندكم الحق الابوي على هذاك الطفل هذاك خليه يروح يعني يروح يزيد يتعلم وشكون راح يستفاد؟ المنتخب الجزائري صحيح. ولكن الناس اللي كانوا قايمين على هذوك القوانين كانوا غالطين والحمد لله تراجعوا ولاو يخلوا الناس تخرج منذ الصغر. كان عندك كونتاكت انت على بوك واش من نادي اوروبي كان يطلب خدمات تاعك؟ هذوك يقول لك خلاص كروطه يقول لي عليه توالي موليدي يروح. لا لا كانوا كثير لاعبين يعني قادرين يحرموا من تنقل الاحتراف من غير ما جار يعني وصار تدخل الرئيس المهم حنا كملت لابريك على كل حال وعطيت لنا بعض المعلومات باش نوضحوا الرؤيه وباش نفهموا للناس ماذا حدث في 86 وفي 82 كنا طرقنا شويه سي بون محمد يلا واضح نروح مباشره الى جينجل المحترف الاول. طبعا هذا الاسبوع كنا ربما شاهدنا 3 مباريات متاخره كل من اتحاد العاصمه اللي كان فاز بثلاثيه كامله ضد فريق شباب باتنا، بلديه وهران تعادلت 0-0 ضد شبيبه القبائل بوهران، وشبيبه الثوره او بلديه الجزائر اللي فرض التعادل على شبيبه الثوره ب0-0. راح نسمع تصريحات مباراه اتحاد العاصمه وشباب باتنا. بون الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروا المقابله تاعنا وربحنا يعني 3-0. جو بونس لا دوزيام ميطون كانت بليز افيكاس على لا بريمير ميطون. الحمد لله جيسبر اون فا كونتينيو كوم سا باسكو عندنا نو تشالونج لا سيمان بروشين لا كوب دافريك ان شاء الله نكونوا بيان بريباري. يمكن عاد نرجعوا للمشاكل الاداريه والمشاكل يعني من مرحله الذهاب اللي خلتنا يعني شويه نتاثروا، ولكن هذه هي كرة القدم وين لازم يكون عامل في بداية الموسم باش تلقى الثمار يعني في نهاية الموسم. هذا واش يعني اللي خلانا يعني نحتلوا المرتب هذه. امور كثيرة يعني وصلت الفريق لشيء هذا، مي الانسان ما يتأسفش، دوك لازم يخمم المستقبل. اللاعبين على بالي راهم ماكي يعني منهارين معنويا، ان شاء الله نعاودوا نتكلموا معاهم ونحضروهم من الناحية هذه باش نكملوا المقابلات هذو السبعة بكل قوة ان شاء الله. لا احنا كمدربين احنا ما نقدرش نقولوا لا، هذه مقابله متاخره، مازالوا 6 ماتش توت اي بوسيبل دون 6 ماتش، مي في ليتا ديسبري تاع اليوم سورتو دوزيام ميتون اون دي كو سي، مي مادام مازال 6 ماتش احنا نقولوا اون فا ترافاي جوسكو بو. جو سوي تري كونتون تري فيير اي دوماج كو لو بوبليك سون با فينو ايسي باسكو كون ميم اون ا ماركي 3 بو مي جو بونس كون encore raté 2-3 buts.
نور بسرعة يلا الاتحاد الثلاثية يزيد يلتحق بالمركز الثالث طبعا خلف مولودية الجزائر ووفاق سطيف. يا وسيم مولودية اللي جابت نقطة ثمينة من الصورة وشبيبة القبائل اللي عادت نقطة ثمينة من وهران. أظن يعني اتحاد الجزائر يعني منطقية من فريق باتنا اللي كان خسر في بلاده يعني في سمالة مع شبيبة القبائل والمقابلة تاع ستنقط خسرها ما نظنش يعني كانوا عنده حظوظ باش يدير نتيجة في بولوغين. شبيبة مع مولودية وهران ست مقابلات 0-0 ست مقابلات ما سجلوا حتى هدف سجلوا زوج أهداف ولا يعني فوز في مرحلة العودة ولا فوز فيه وسجلوا زوج أهداف يعني في 9 مقابلات يعني ظن الشيء ضعيف وكنا تكلمنا على الهجوم تاع مولودية وهران اللي كي ما يكونش عندك هجوم ويكون عندك يعني فرص وما تسجلهمش يعني غير ممكن كانوا يلعبوا يعني الأدوار الأولى حتى نعشاو دوكا لازم يفكروا ويديروا حسابات باش على البقاء. ومولود الجزائر أنا نظن ما ربحوش نقطة على حساب سطيف بقى وراهم 6 نقط والبرمجة تاع سطيف وين يمشيوا لوهران ومن بعد يستقبلوا زوج مقابلات متتاليه في بلادهم. انا نظن يعني المولوديه نقطه مليحه لهم باش على المرتبه الثانيه. شكرا نور بزكري على هذا التحليل. طبعا راح نروح مباشره الى القسم الثاني موبيليت حنتكلم على صعود الثلاثي كل من نادي بارادو اتحاد بوليده واتحاد بسكره. جينجل القسم الثاني موبيليت. إذن مباشرة نشوف التقرير الخاص بالقسم الثاني موبيليت وصعود كل من الثلاثي ومؤخرة الترتيب اللي أصبحت خلينا نقول لك حتكون فيه جولة أخيرة جولة نارية. طبعا في تي آر الخاص بالقسم الثاني موبيليت ثم نعود. انتظرت الرابطة المحترفة الثانية إلى غاية الجولة 29 وما قبل الأخيرة لتكشف عن هوية الثنائي الصاعد إلى قسم الأضواء والمرافق لنادي بارادو لتكون ثاني البطاقات من نصيب اتحاد البوليدة الذي تمكن من إنهاء مشواره في المحترف الثاني بعد موسم واحد فقط من مغادرة أبناء مدينة الورود للمحترف الأول إثر فوزهم على أهل برج بوريريج نتيجة أعطت البوليديين وصافة الترتيب وبرصيد 51 نقطة. من جهته أنهى اتحاد بسكرة السنوات العجاف في غيابات قسم الهواة والمحترف الثاني وأنهى كابوسا داما لإحدى عشر سنة وحقق الصعود هو الآخر بعد موسم واحد في الرابطة المحترفة الثانية وهو الذي صعد في الموسم الماضي من قسم الهواة. نتائج أنهت حلم شبيبة بجاية وشبيبة سكيكدا في تحقيق صعود وأجبرت أنصار الناديين على انتظار موسم آخر على الأقل من أجل مغادرة القسم الثاني. ليبقى السر الوحيد الذي لم يكشف عنه بعد هو هوية الفريق الثالث المرافق لجمعية الخروب وأمل الأربعاء للغرق في قسم الهواة. وإن كانت ثالث التأشيرات ستلعب بين شباب عين الفكرون ووداد بوفريك أين يواجه الأخير أمل بوسعادة في حين يلعب السلاحف مباراة الحياة أو موت أمام مولودية العلمة. لتبقى جولة واحدة فقط عن نهاية موسم من الرابطة المحترفة الثانية بكل أحداثه بداية بالعنف واللعب دون جمهور مرورا بالأخطاء التحكيمية التي رهنت عمل الأندية ووصولا إلى شبهة ترتيب المباريات. شكرا بالأزعم على هذا الموضوع بقوة لينجالة لا في نحيوه بالمناسبة. إذن صعود كل من نادي بارادو اتحاد بوليدا واتحاد بسكرة تفضل. لا يلعب بيت ينشر نقولوا مبروك لفريق اتحاد بسكرة وفريق بارادو بالإضافة لفريق اتحاد بوليدا. في اتحاد بسكرة اللي الموسم الماضي كان في قسم الهواة الآن راهو في قسم وطني محترف الأول نقولوا فريق اللي عنده بروجي يعني باش صعد هكذا بهذه المنهجية. من جهة أخرى نقولوا فريق اتحاد البليدة رغم تغيير 3 مدربين هذا الموسم إلا الفريق هذا نجم يصعد ويطلع للقسم الوطني الأول باش تقول أن لا لوجيك في القسم الوطني الثاني هذا موبيليس يعني يا با لوجيك. حنا ما في نقولوا استمرارية في المدربين هي اللي تجيب صعود ولكن اتحاد البليدة دار العكس تغيير تشكيلة 70-80% ولكن قدر يطلع. نقولوا برك أنا في جانب آخر
السقوط. وداد بوفريك اللي ضيع ضربه جزاء في اخر دقيقه ضد جمعيه وهران راح يعني تكون عليه صعيبه وصعيبه للغايه للبقاء في القسم الوطني الثاني. نرهن حدود ونرى بوفريك اللي ضيع ضربه جزاء وخلاه خلينا نقول لك المختصين يقول لك بنسبه كبيره في القسم الاول، ولكن في كره القدم حسابيا نادي بوفريك لم يسقط. هكذا حسابيا لم يسقط نور. حسابيا بصح حسابات تاعنا يسقط. كيفاش بقات عين فكرون تستقبل العلمه قول انت يعني العلمه راح تفوز والعلمه يعني سلكت راح تفوز في عين فكرون يعني بس سلك بوفريك. كاع القضايا هذو اللي رانا نسمعوا فيهم ورانا نشوفوا فيهم انا ليا بوفريك انا ليا بوفريك 120% هبطوا. مع احترامات للجمهور على كل حال. بيان سي احترام للجمهور. نعاود نولي للسنه الماضيه يعني الرئيس اللي كان ما شافوا ولا مازالوا وين قال لك يعني سمانه من قبل الفريق بدا يعني التحضيرات تاعو كاع ومن بعد صعدوا. صعد ما نقولش يعني صعدوا ما صعدوش صعدوا حقيقة ولكن التحضير هذاك يعاود يخرج يجي نهار وين يعاود يخرج يعني كيما كنتش تحضير يعني لاباس به. ثلاثي اللي طلعت ما نساوش اسمح لي زيد قسم اول موبيليست ما نساوش يعني العام اللي كان داروا زغدود يعني في يعني بسرا وين كانوا يلعبوا كانوا يلعبوا الباقة الشاو يعني في الصداره تاع حتى جمهور اتحاد بسكرا اللي ذكر هذا المدرب وقال انه عنده فضل كبير في صعود اتحاد بسكرا بعد 11 سنه. هنيئا الى كل من نادي بارادو اتحاد البوليده واتحاد بسكرا الصعود و ربما حظ اوفر لامل اربعاء وجمعيه الخروب. مازال ما لعبناش اونتر عين فكرون ونادي شباب عين فكرون ووداد بوفريك راح يلعبوا ورقه الصعود الى اخر دقيقه. محمد ما لعبناش ولا عندك وقفه احتجاجيه ولا تدخل فيما يخص القسم الثاني موبيل. انا ولا راني في اضراب ولا ما نتكلم على هاد الموبيل السنين هادي علاش تكلمش مقارنه بما يحدث في من تصريحات ومن نتائج غريبه المقابلات غريبه كل شيء غريب هاد والله ديفيزيون هادي قسم ثاني محترف ما نتكلمش الاقسام الاخرى ما نتكلمش تحت تغرق تحت تغرق. انا نهايه الشهر نشوفوا القضيه في صالح يا زيد كاين كلام على بعض يعني المقابلات وحنا نهنيهم يعني الفرق اللي صعدوا ولكن حاجه اللي نساوها لو ما اذا كان يعني ها اذا كان يعني عملوا واش راني نسمعوا وعلى الفرق الاخرين ما عملوش وما راحش ما يعملوش باش يصعدوا صح صح. احنا نتمنوا ان شاء الله الامور هذه عفوا ما نشوفوهاش لاحقا في كره القدم الجزائريه. اخر فقره طبعا الترانات راح نتكلم على شباب القبائل وشيخ يعطينا البريزيدون يعطينا سكوب ربما يعطينا سكوب فيما يخص شباب القبائل دين قال الترانات. إذن صفحة جيسكا كابيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ميساج ألترا زونا طبعا اللي كانت تكلمت على شبيبة القبائل. الشعب القبائلي يؤيد ربراب على أو يريد ربراب على رأس الشبيبة دونك بريزيدون حق مشروع على كل حال رجل أعمال ويطالب به جمهور شبيبة القبائل باش يتولى رئاسة شبيبة القبائل. والله دوك الانصار من حقهم كل مناصر لما نشوفوا هكذا صافي با دير كل المناصرين كاين طائفه انا نقول كاين طائفه من المناصرين تاع شبيبه القبائل هم يطالبوا بقدوم ربراب بور دوني بلوس دو ديمونسيون فينونسيير بور ليكيب سي لوجيك كوم اه وي سي لوجيك وي رغم هذا انا ما نقصش من قيمه حناشي اللي هو يحب الفريق وعطى كثير وعطى الكثير وجاب القاب كبيره لشبيبه القبائل يعني ما لازمش لما نحبوا نجيبوا واحد اون ريديكول لوتر هذه اللي ماشي مليحه دينيه نتاعنا على الاقل ولا جا هذا حناشي نونوريوه يعني تونورا يتشرف على انه قدم مقدم كثير لشبيبه القبائل. اسمك داول على فريق شبيبه القبائل؟ لا والله انا كان حناشي عرضني باش نحضر مقابله وبعض المسيرين ويعني نشكرهم انهم كرموني يعني جيتي تري توشي بارو ما كنتش عارف كرموني في مقابل المقابله
وانا يعني صرحت ببعض الصحافه انه قادر يعني نعاون حنا شي سو لو بلون بيرسونيل، ماشي باش نكون مسير ولا في شبيبة القبائل، لانه انا نبقى سيار بي كلك سوا اسمه محب تاع شباب الوزداد. ميروديش تاعنا لكن لكن قلنا نعاونوه كممول ماشي في تمويل، ولكن في امور اخرى، في امور اخرى نوقفوا معاه، لانه شفنا رئيس إلي سانسير افيك سون كلوب صاري في الفوتبول وين ما تمشي لكش ولا ما تمشيش ولا يكونوا نتائج، لكن دائما مع اخر الموسم راه ينقد الفريق. يعني جي اس كا مو جو بونس باك يعني ان شاء الله باذن الله تعاود تولي المراتب ربما. جمهور شبيبه راه وصلنا في ناس ما تنقدش الموسم في نهايه ما تنقدش الفريق في نهايه الموسم، وانما تستنى ناس للتتويج بالالقاب، لانه فريق كبير وصاحب خلينا نقول لك رقم قياسي واكبر عدد الالقاب في الجزائر. طبعا نروح مباشره عند رئيس حافظ ايت احمد اللي يمثل اليوم فريق نادي الجناح الاخضر لبلديه الدويره. هاد الجمعيه او هاد الفريق اسس سنه 1947، تاريخ كبير خلينا نقول لك، ولكن فيه مشاكل بسرعه فقط سيدي المحترم، فيه مشاكل خلات هاد البراعم شابه المحاضرين اليوم معنا ما يستافدوش بشيء كبير او يتدربوا، فيه مشاكل في التدريب، فيه مشاكل في المنشآت الرياضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نشكر قناه الجزيره على الضيافه تاعهم ونشكر الضيافه معك معنايا. نشكر لك حنا كذلك. انا النادي تاعنا نادي يعني قديم تكفيه ب 47. المشكل اللي عندنا دركاتيك عندنا ملعب بلدي مغلق 2013، يعني باش يعاودوا له شبه لو طارطون. دونك بداوه 2015 و 2015 شكا 2015 افونسيون بعد حبسوا، يعني دوم دخلت مدير الشباب الرياضه عاود قلع عنده دو سومان صافي. من 2013 هاد لي جان تشوف فيهم يونترينيو بابا ما عندوش يونترينيو، هاد لي هذا اللي جان فوت على الفوتبال. دونك واش نستناو من هذا اللي ما عندوش ملعب وين يتدرب، والبلدي هذه بلدي يعني ضعيفه وعندها مشاكلها خاصه. مشاهد الرياضه هذا يعني المدير الشباب الرياضه دابت امور دابت دي تي بروكسيميتي او نيفو دو لا فيل بلس ويزون لونسي ان بيسين مع الطاطو. نتمنوا برك يعني في الـ في الـ في المشاريع يكونوا يعني على حسب الضوء، على حسب الكونترا قال 7 موسي 7 موسي با سي با 24 مو الكونترا تاع 7 مو دونك في 24 مو مازال ما فيهاش. هذا هو المشكل اللي كاين باسكو اللي ما يشوفوا سي لي جان وسي لو كلوب، هذا هو المشكل. نتمنوا برك هذا البراعم نشوف فيهم، نتمنى نعطيهم محيط اجمل هو شوية. يعني انتي فانت فوتبول يعني بيان غازوني لي موين دو تكنيك دي زونترينور كاليفي بو افونسي باش يكونوا لافنير تاع البلاد هذه ان شاء الله. ان شاء الله نظن انه الرساله وصلت. عندنا لو بتي انيس اليوم راح يقدم لنا حاجه خفيفه هكذا في البلاطو تاعنا. اليوم راك جيتنا تلعب دوميسيل عندنا هنا في حصن الجزائريه فوت، حنا نعطي لك ربما المخرج راح تفضل. يلا تفضل حتى نختم فقط مع الحضور. قبل ما نبداو انيس فقط استنى قبل هو قصير بزاف عليك، اعطيني بلون عليه ما شاء الله عليه لانه الناس يتسنى تشوف فيه وراه. محمد يقول لي كويسي الحيوه في المناسبه. دونك فوالا انيس راح يدير لنا تيكي شودان هكذا، ما رانيش غالط لي جان، تيكي شودان فقط تيكي باكات. المخرج لو تعطيني صوره على الكتاب اللي كان جابه لنا محمد قاسي سعيد، مسيره فريق الاتحاد الرياضي الاسلامي الجزائري، هذا الجزء الاول اللي كان ربما مع السيد حمو الشعبان صاحب الكتاب نحيوه بالمناسبه، اللي يحكي على تاريخ اتحاد العاصمه منذ تاسيسه 1937 وكذلك فيما يخص الثوره. محمد هكذا ما رانيش غلط، ما رانيش غلط، ونتمنى يعني كل الانديه يكون عندهم ان شاء الله. ان شاء الله نقول بليك طوم ان برك مازال طوم الجزء الاول. الجزء الاول فيها الجزء الثاني ان شاء الله. شي يفرح لما نشوفوا امور مثل هذه. بريزيدون شكرا لك على حضورك اليوم معنا، ميساج للجمهور ربما او ديرنيمو. والله انا نشكركم على الدعوه هذه وتحيه كبيره لكل يعني المتفرجين تاع قناه الجزائريه، ونداء للفريق تاعنا الشباب تاعنا الانصار يساندوا فريقهم، ونتمنى من المسؤولين الموجودين حاليا ينقصوا الحرب الكلاميه هذه مع الادارات القديمه حتى الفريق يوجد الاستقرار نتاعو، لانه محتاج انه لاعبين يتركزوا والمدرب يتركزوا في الاهداف تاع الفريق ان شاء الله. ان شاء الله سمعنا انه فيه عوده ربما، يلا بسرعه فيه عوده مستقبلا. لا انا ما نظنش يلا واضح. محمد قاسي سعيد شكرا على حضوركم، نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله. نور بن زكريا ميرسي بوكو، الاسبوع القادم ان شاء الله جلاله صحفي بقسم النادي بقناه الجزائريه. نشكرك، نشكر جميع الزملاء على راسهم بلا زعموشي وسيا وجميع الزملاء الصحفيين على راسهم المخرج علي شيح. شكرهم يا زيد، وبمناسبه بريمي مي نحيي جميع العمال بالجزائر يعني يعطيهم الصحه. شكرا لك جلاله.
فقط نعزي عائلة عيساني اللي كان ربما عيساني محمد المدعو بوح صغير اللي كان وفاته المنية هالأسبوع، نترحموا عليه وندعو له الرحمة إن شاء الله وجعله من أهل الجنة. شكرا للفريق اللي حضر معنا نادي الجناح الأخضر لبلدية الدويرة، نلتقي بكم الأسبوع المقبل وحنا نخليكم مع أني سالو شامبيون تاعنا لحد لنا هاد لقطات الفنية ديمونستراسيون تيكي تاكا. يلا تفضل أنيس. هاي تفضلوا معنا.